الاتحاد القوه اللي فيه هي في الهجمات المرتده، اتعب الهلال في الشوط الاول. شوف احنا نشوف الاتحاد جاد اليوم الشوط الاول بالتحديد، الشوط الاول كان ينتظر الهلال ومجرد ما يستخلص الكوره يلعب على السرعات اللي موجوده في كورنادو وفي البيجي في حمد الله في رومانينو، وهذا اللي شفناه التنظيم اللي كان جيد فيه الشوط الاول للاتحاد وسرعه الارتداد بأربع لاعبين بسهولة يوصلون للفريق الخصم، وكان أن يستغل لو استغل الهجمات في الشوط الأول كان ممكن يتقدم بنتيجة كبيرة، وهذا ميزة، هذه ميزة في الاتحاد. الاتحاد احنا نعرف زي ما ذكرت يا علي أن ما هم الفرق اللي يبدأ تحت الضغط، ولا ينتظر الفريق المنافس يرتد، عنده جودة لاعبين في الارتداد والسرعات والإنهاء ممتازين. ترى فيك لو تلاحظ اليوم كابتن الفرق ما بين الاتحاد والهلال، الهلال استغل الثلاث فرص اللي اجته صحيح وسجل فيها، الاتحاد ما استغل هذه النقاط اللي كانت بالنسبة له فرصة كبيرة انه ممكن يتقدم فيها في الشوط الاول. عفوا مرة ثانية عيد. الهلال استغل ثلاث فرص، الفرص اللي اجت للباب تسجل فيها. في العاده الهلال تجي فرص كثيره ما يسجل، اليوم الهلال استغل سجل ثلاث اهداف في بالعكس الاتحاد، الاتحاد هو اللي يستغل، ولكن العكس اليوم صارت، الاتحاد ما استغل الهجمات اللي جاته مع انه عنده امكانيات لاعبين جدا عاليه. كابتن عادل لو سالت او سالك اي اتحادي لماذا خسر الاتحاد تعطيني على نقاط؟ رقم واحد عدم الضغط زي الشوط الاولاني اللي عمله الاتحاد، اتغير تماما الشوط الثاني، هذا واحد يمكن عامل هذا واحد. اثنين تفوق البدني لفرقه الهلال. اقول لك الاتحاد وترجع على الهلال، ابغى اثنين، ابغى الاتحاد انا. لا يا حبيبي ما هي ما هو يعني من هو يعني حاله ليقتل الاتحاد، ليقتل الاتحاد ما كانت جيدة. الهلال كانت أعلى، كانت أعلى من الاتحاد. ليقتل الاتحاد، ليقتل الاتحاد لم تكن جيدة؟ لا ما لم تكن جيدة. أوكي، إذا السبب الثاني، السبب الثاني ليقتل الاتحاد ما كانت جيدة، ثلاثة. ما أنا مش لازم أوضح لك قوي يعني في بين السطور. ثلاثة. رقم ثلاثة الاتحاد خروج جروهي ودي كانت مهمة. ونزول ركان يمكن حارس مرمى صغير في السن وما لعبش كتير، يمكن دي من اقرب، وضياع الاهداف في الشوط الاولاني. ضياع الاهداف في الشوط الاول، انا بقولها قبل ما نستعرض استفتاء الاتحاد، يعني خبره لاعبي الهلال ليست في هذه المباراه، انما مواسم طويله، وهي ثقافه نادي يا جماعه ليست وليد اللحظه. اثنين الاعداد الاداري لهذه المباراه، حتى والهلال متأخر بهدف متماسكين ما في أي مشاكل. ثلاثة جودة اللاعبين الفردية العالية على رأسهم سالم ميشيل اليوم أظهر قيمة عالية جدا مع إيجالو. الاتحاد من غير قروهي هذا شكله، من غير قروهي سيعاني الأمرين. إصابة قروهي كانت مشكلة، في مشكلة للاتحاد ثانية عادل، الكرت الأصفر الثالث